1 2 3 ابدا تعدي. بقول لكم يا جماعه انا شايف واحده نايمه على بطنها هناك. هنعمل اطرشم لعبه غميضه في العالم في الساحل الشرير. المفروض ان احنا جايين مارينا، واللي ما يعرفش مارينا المفروض ان المارينا فيها كذا مكان للاختباء المفروض ان احنا نستخدمهم. اولا البحر زي ما انتم هتشوفوه دلوقتي، ثانيا الاماكن الخضراء المساحات الخضراء المزروعه، وثالثا الطرق بقى والمخابئ اللي هي يعني انتم هتكونوا تشوفوا كل حاجه قدامكم في الفيديوهات في شوتات سريعه كده. المهم قبل ما اقول لكم ايه اللي معانا في التحدي النهارده، عايزكم تعملوا لايك للفيديو ده، الفيديو ده يوصل 200000 لايك، عشان لو جاب 200000 لايك هعمل لكم مقلب مطرشم بالجيت سكي الفيديو اللي جاي، هنعمل مقلب جامد جدا. المفروض ان احنا معانا المتسابق الاول وهو اسرع واحد اللي انا براهن عليه ان هو هيكسب في التحدي النهارده، هقول هيكسب كام دلوقتي. الناس اللي انا شفت الناس اخواتنا وحبايبنا، الطز اللي بيلز يعني الطرطشه يعني الطرشمه يعني السباحه يعني شعر الباطن مدلدل يعني الشياكه يعني اللي البحر بيخاف منه. ده قلبي، ده انا متاكد ان هو هيستخبى، بصوا في اعماق المحيطات لان ده ما بيخافش من حاجه. حبيبي الرئيس اللي معاك، والمفروض كمان ان احنا معانا ابو عز. حبيبي ايه؟ ابو عز دلوقتي اكتر واحد محتاج ان هو يكسب جوائز ومحتاج ان هو يكسب ليه؟ عشان لسه مخلف، لسه مخلف عيال. هو انت عامل حاجه ليه؟ ما ترفع ايدك والله حالي حالي والله العظيم، بس مكنه كهرباء مكنه كهرباء. لا ده برضه لسه حالي برضه الكلام ده. والمفروض ان احنا كمان معانا الزنجة احمد علي. بص بتطمن ازاي؟ بص بتطمن ازاي عشان لسه حلقها؟ لسه حلقها اصلا تربيه رياضيه يعني الطرطشه كلها والجري كله والسرعه كلها. احسن عوم في مصر بعين الله ان شاء الله باذن الله. ماشي، المفروض ان طبعا احمد علي زي ما انتم عارفين تربيه رياضيه، فاي جري هينجري ينفع، سباحه هينفع، اي حاجه هينفع. وكمان اقوى شنب في مصر ابو الصبوح. يا اسطى من غير بس ما ترفع ايده وتقول لي شعر بطاطس عشان مش حالق يا جدعان، شكله وحش قوي بصراحه. ما تحرجنيش بقى يا عم. دلوقتي اللي فاز معانا احمد شوقي التنزيل كاس العالم، اقوى بط في مصر. ايه 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 يا عم بقى معانا مين بقى دلوقتي المفاجاه؟ مين؟ مفاجاه لا لا مفاجأة بقى، المفاجأة الرابعة اللي طول عمركم بتسألوا عليه، أقوى شعر باط اللي طول عمركم بتسألوا عليه الريس العروش ريس. دلوقتي يا جدعان تلبية لطلباتكم ومكومنتاتكم عشان تعرفوا إن إحنا دلوقتي معانا الرجل الذي لا تغيب عنه الشمس، اللي بتسألوا عليه بيغيب عشان يتكتك، بيغيب عشان يتدمر. عسكر عسكرينو. محمد رمضان يا جدعان الجديد يا جدعان. طبعا يا جماعه زي ما انتم سمعتوا المفروض ان احنا هنلعب اكبر لعبه غميضه في الساحل، الاماكن المسموح بيها البحر، حمامات السباحه، والمناطق المزروعه. اهم حاجه ممنوع دخول الفلل الخاصه، ممنوع دخول اليخوت الخاصه، الا فيله محمد رمضان. الا لا مش كده، الا اذا الرقصه بعد الا اذا صاحب اليخت او صاحب الفيلا ريدي يدخلك، بس ممنوع. اهم حاجه بس التحدي، انت عملت ايه بقالك كتير؟ التحدي ده على الفلوس. الفلوس اخر واحد هلاقيه. انا بحب كده تموت كشات. اخر واحد هلاقيه هيكسب عربيه احمد شاور. المهم ان اخر واحد هلاقيه هيكسب بقى حب عمر شاور وقلب عمر شاور. بعدين بقى بعد الحب انا عايز فلوس. انا بقى لي كتير ما بظهرش والحق هتقس يا ابني. يعني تحب يعني عمر شاور يحبك ولا الفلوس؟ الاثنين يا اسطى. الفلوس اس ايه يا ابني؟ معدل الاثنين يا حاج نمبر 1 اصلا. انت بتقارن ايه بايه؟ ايوه يعني انت تتمنى ان يبقى ليك صاحب او اخ زي عمر شاور؟ بص لما بتيجي يا صاحبي احنا نشتري عمر شاور. فلوس بتروح وتيجي الا انت، ما بتروحش وتيجي يا حاج، بس احنا عايزين فلوس برضه. ابا عمر شاور لا يقارن بمال، بس احنا عايزين المال. طيب خلاص، بما انكم طلعتوا كلكم، بما انكم انتوا كلكم طلعتوا كلاب وبتحبوا الفلوس اكتر من عمر شاور، احنا بنحب عمر شاور برضه. لا مؤاخذه انت خليتك تدخل عليا. المفروض ان اي حد هقفشه ارش عليه بالرشاشه كده خسر، اي حد هيتضرب بالرشاشه المفروض ان هو خسر، واخر واحد هيترش عليه بالرشاشه ده هيقفش له. لا ايدك كده انا عشان دي واحده محدش. طب سيبه خلاص سيبه. لا يا جدعان عادي، دي جعانه مش هينفع تطلع فلوس قدامه. هقول لهم في اخر المبلغ كام يعني؟ هقول في اخر الناس ورينا كده ايه. خلينا اي شويه فلوس، شويه فلوس سيبه معاك في اخر الفيديو. لا لا شغل امي ده، عندك العيديه والشغل ده مش هينفع. على كام يعني؟ اطلعوا كام يعني شويه دول؟ يعني قول مثلا 20 40 50
50 انت ورزقكم ايه يا عم 50000 في جيبك وانت بس هل ال 20 مش هخش التحدي هل ال 20 محدش هيخش التحدي المهم دلوقتي المهم دلوقتي كل واحد المفروض ان هو يصور بالكاميرا بتاعته قدامكم 10 دقايق للتخفي في المارينا كامله جاهزين جاهزين انتوا هتبقوا بتجروا على رجليكم او بتعوموا من غير مراكب وانا هدور وراكم بالبيتش باج المفروض دلوقتي ان انتوا تطلعوا كاميراتكم كل واحد يطلع الكاميرا بتاعته لفوق كل واحد على قد حجمه حاضر يلا يلا اهم حاجه بدات الريكورد كله بدا يلا اقول 1 2 3 هيتحسب لكم 10 دقايق تستخبوا في اي حته في المارينا وانت المفروض تغمض عينك لا انا مش هشوفكم اصلا انتوا هتبعدوا يلا 1 2 3 ما اعرفش لا ما اعرفش يلا فين ابو عز ان شاء الله هنا زي ما انتوا شفتوا المفروض ان الرجاله ابتدت تجري وانا هبتدي البحث هما طبعا بيجروا على رجلهم انا اللي مسموح لي بس ان انا اركب اي حاجه ان شاء الله الاقيهم كلهم بسرعه لان هما كلهم اغبى من بعض يعني بسم الله ما شاء الله عليهم اهم حاجه قبل ما ندور على البحث لو انتوا مش عاملين لايك للفيديو ده اعملوا لايك للفيديو ده عشان زي ما قلت لكم لو جاب 200000 لايك هعمل لكم مقلب مترشم الفيديو الجاي يلا بينا نبتدي عمليه البحث صغير عن طلع فين ابو عز انا دلوقتي مع مفتاح العربيه خدت مفتاح العربيه من عمر هو اسلم حل دلوقتي ان انا اخد العربيه واتحرك بيها وخلاص او الشو احسن استخبى فين او الشو ابو شاس خبى فين ابو الشو علي مش هينفع اقول لك معايا انت بالظبط هترشد عنه وهعرفهم مكاني يلا يا هاخد العربيه واحاول ايه ان انا اتحرك بيها ابو عز بيركب العربيه راح فين ابو عز انت شو جيت معايا انت كمان وانا مش هينفع تبعدوا عني كده وانا مش عارف انتوا فين ومش عارف اوصل لكم يا جدعان انا رجعت المكان اللي احنا كنا بنصور فيه مش عارف العيال سابتني جريوا بالعربيه وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي انا واقف لقيت وانا واقف دلوقتي بصوا كده مش عارف استخبى لحد دلوقتي ومش عارف اروح فين رجعت اسال اشوف اي مركب اشوف اي حد ماشي بالبيتش باج اركب معاه مش لاقي اي حد خالص احنا زي ما انتوا شايفين دلوقتي بنصور ايه صور الصبح الساعه 6 انا دلوقتي لقيت وانا ماشي بصوا انا مش بتاع الصراحه اتخضيت منها بس لما مسكتها عرفت اللي ايه ده تقريبا شعري ولا واحده نسيته هنا ومش عارف انا دلوقتي جت فكره جهنميه انا ممكن دلوقتي اعمل كاني واحده ويا رب بس البتاع دي لما البسها تظبط عليا هعمل كاني واحده اقوم لابسها واشوف عمر بقى هيقطع لنا ولا ان شاء الله مش هيقطع وهقفش ال 20000 جنيه دلوقتي يا جدعان لوحدي وانا ايه جبت فكره بنت جنيه رحت السوبر ماركت اشتريت عوامتين هملاهم دلوقتي هوريكم انا عامل ايه الاس مفكر انا مش هكسب لا ده انا بغيب غبت وبرجع بقبت يا اس مش هحل الفلوس دي بتاعتي يا جدعان دلوقتي يا جدعان زي ما انتوا شفتوا المفروض ان هم دلوقتي حالا بيدوروا على اماكن يستخبوا فيها في نفس الوقت برضه انا هاخد رونديه بس في عكس الاتجاه هم مشيوا كده انا همشي كده عشان برضه ايه اخد فكره عن الاماكن اللي هم ممكن يستخبوا فيها يلا نص تعالى معايا طبعا انا ده ما بدورش انا لسه زي ما انا في نفس المكان جنب العلمين لسه ما روحتش في اي حته انا بس بستكشف كده ببص ايه اتامل جمال الفيلا واليخوت ربنا يوعدنا بفيلا ويخت هنا كده ان شاء الله لبس تنكر لان هو كل واحد المفروض ان هو ايه هيتخفى بطريقته يعني كل واحد هيستخبى بالطريقه اللي هو شايفها مناسبه انا جايب كاني عامل من العمال اللي هي ايه اللي هي شغاله هنا قال ايه بيقول لي مش هكسب وربنا ما هحل الفلوس بتاعتي يا اس كده كده اصلا يا جدعان انتوا عارفين العسكريين وملك التحديات هو الطب متفقش يا جدعان باين عليها بايظه بس اشوف الفوله عشان هي تقريبا فيها زباله وحاجات بنضفها يا رب بس حد يجي يشوفها كده كاني بقى واحده من ايه من بنات الساحل الشرير اشتغل على النظافه دي اشتغل عامل اضافه الزباله هنا في زباله شوف اي زباله اروح المافي الباسكت عشان محدش يقطع عليا الجراج ده بعيد عن اي مكان ممكن اي حد يشوف وسط الفيلا كده وفي وسط الاماكن ديت عمره ما عمر هيجي هنا اصلا البنطلون ليه؟ عشان اغير شكلي تماما هو عمر كده ما حد هيعرفه فاهم؟ وهقف في الجنينه هوريكم الجنينه دلوقتي اللي هقف فيها وكاني ايه جناين بزرع فيها وكده وبقصها وكده بصوا يا جدعان لبست البنطلون والفيستا طبعا الاحلام مش مستحيله يوما ما يا عمر الشاور يكون عندك فيلا ويخت وجيت سكي وبيتش باجي ان شاء الله باذن الله اول ما اجيب فيلا هنا في مارينا لازم اجيب فيها توك 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 واعمله كله لونه جولدن ذهبي وتوك توك تاني جنبه فضي عشان يبقوا الاثنين جنب بعض في الجراج عشان ابقى تبقى الفيلا مميزه بصوا يا جدعان هنزل دلوقتي بقى ايه اقف في الجنينه ديت وكاني ايه بزرع فيها او بعمل اي حاجه هي الجنينه دي انا هعمل نفسي ايه كاني بزرع فيها او واقف بعمل اي حاجه فيها تمام
قسما بالله قسما بالله انا متاكد بنسبه 99% ان مستحيل حد يلاقيني في الجنينه دي، لان الجنينه دي ابعد حته ممكن حد يتخيلها. يا اس هكسب يعني هكسب بعد ما نفس امي يتقطع كده من... انا اصلا يا جدعان هنزل استخبى في الميه ومحدش هيشوفني، انا اصلا قاعدين ديش السفاح بصوا في الميه دولفين. تعال تعال شغل جنبك انا خلاص تعال كده تمام ماشي. ها دي مخصصه بالامن امن بس انا امنه ها انا امنه امن فين اهو الله الامن انا لابس امنه كده ايه واللبسه بتاع ايه اللبسه بتاع الشركات دي انا بتاع شركه شركه صيانه بصين اخش صين الفيلا اهو ها ممنوع صيانه ممنوع صيانه مش عايزين مش عايزين ماشي لو هتحتاج تقول لي ها ماشي يا باشا محدش راضي يقعدنا عند بعض بس انا بعد ما لبست البروكه دي عمال اشوف مكان اقف فيه حتى لو عمر شافني من داري ما يعرفنيش وعمر كده كده اصلا بيتكسف بيتكسف عكس اي بنت ماشي هو جده جاي هنا اهو شوف جده افتكرني بنت وعكسني ولا لا لو جده افتكرني بنت وعكسني يبقى كده عمر هيشرب المقلب كده جده معايا كده المقلب ده عمر ممكن ما يشربوش بس ان شاء الله انا هديله ده هديله ده عشان ما يقفشنيش كده يا جدعان من المفترض ان عدى 10 دقايق اول ما اركب الباجي يبتدي البحث الحقيقي من دلوقتي حالا هبتدي البحث الحقيقي وهنطلق بسرعه فعمر شاور جاي بقول لكم يا جماعه انا شايف واحده نايمه على بطنها هناك موزه يا موزه ورا عسكر جاي مفكرني بوز وعمال بيعاكسني جاي ورا وعمال بيعاكسني مفكرني واحده فعلا بقول لك ايه هو القمر بيطلع بالنهار ولا ايه كوكي كوكي كلمي يا كوكي على فكره يا فنان على فكره فنان والله ايه ده يا يوسف الراجل اللي جابك ده ايه ده الاثنين احترم نفسك يا استاذ يا جدعان انا مفكره واحده جامده انت يا جدعان وانا كنت مفكره واحده جامده نايمه على الشط حبيبي عسكريين ويعني لا هو هيعرف ان انا واحد ولا واحد بقول لك ايه يا سيدي حقيقتك حقيقتك عليا النعمه فنان ناس بقول لك ايه بقول لك ايه اقسم بدين لا بقول لك ايه رايك انا كده هغرق بقول لك ايه ادي له حته اغرق وابين له حته من الفروت انا كده اه ادي له حته اغرق انت بتنزل عشان بص بص مش عارف الدايره ولا الدايره نزل حته صغيره بس نزل حته صغيره حته صغيره عشان الحاج اللي ورا ده ممكن يجي يعمل حركه عايز ما تقلقش اهو اللايف جاكيت للامان تمام امان يا مان انا متامن على الاخر ممكن يكونوا مستخبين عند الحاج محمد رمضان الحاج جعفر العمده ولا لا اكيد لا اكيد كان تاز عارف يتصور معاه كان نفع نفسه احنا هنحتاج ننطلق بسرعه شويه عشان الوقت يبقى معانا لان احنا لحد دلوقتي ما قفشناش ولا واحد حاسس ان هم شكلهم بعده وشكله اخسر التحدي وصلت الجنينه احاول ان انا ايه اعمل كاني عامل في الجنينه بعمل اي حاجه في الجنينه كده يعمل ايه ده يا جدعان انا هشوف العربيه بتاعته لو هي مفتوحه افتح الشنطه اهو جوه كده انا كسبت انا متاكد مقفوله يا جدعان والله بايظه واتفرج على الفيديو انا بهزر بايظ شكله كفو مش شفتوش حد من العيال مستخبي كده في النواحي دي اي عيل كده مستخبي انتوا اول حاجه طالعين مع في الشورجيه اه عايزين تقولوا اي حاجه في الفيديو احلى مسا احلى مسا على الشورجيه احلى مسا على الشورجيه اسمها ايه دي جولف ها جرينتل ايه ده ده بيوزك مش ده الايباد بتاع المدرسه عمر شباب بيجرب الجولف كار دلوقتي جميل قوي ده مفيش كلاكس ولا حاجه ايه ده ايه اللي جابك يا ابني ابو عز ايه اللي جاب انا لقيت عيل بيفسرك الكويت رحت ضربت جد والله الولد يا اسطى كان عايز يفسرك الكويت عايز اروحك ماشي ابو عز طب انت كده انت كده انت كده هتفضحنا يا زنجة انت إيه؟ كده هتفضحنا انت اللي تعامله في نفسك ده ايه ده انا العامل بتاعك عامل ايه بس عامل ايه بس يا غبي انت لابس الطاقه ده ضخر بيتك يا ابني اللي بس ده اللي انت لابسه ده هيفضحنا طب بص بص لا لا ما تنام فين بس تنام فين بص انا نفسك في صوت مكن في صوت مكن بص اعمل نفسك اعمل بص اعمل نفسك اعمل نفسك كانك بتنظف في الشجره في الشجره ده 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 ايه الحال لقيت ناس بتجري في ناس بتجري في ايه اللي بتجري يا جدعان هو ده عمر انا هنسيب انظف في الشجره
امسك اني انظف الشغل مش هشوف ان شاء الله. اشوف وانا ايه ده؟ وانا شفت حد بيجري جنب الراجل اللي قاعد هناك ده جنب في حد يجري من هنا. حاج ربنا يشوف لك يا عمو يا ابني يا ابني يا ابني خد تعالى خلاص تعالى تبلش تعالى طبعا احنا مسكنا هو ده اذكى واحد. انت تعرف انت مركزك كام في اللي تمسكه؟ كام؟ تخيل كده كام؟ تخيل ايه اللي انت لابسه ده؟ قلت عامل نفسي جناين. تعمل نفسك بتاع غاز ولا ايه؟ احمد علي عامل نفس القصه. احمد علي عامل نفس القصه؟ ايوه. هو احمد علي فين بقى؟ كان واقف معايا وجري. جري في نفس الربع اللي احنا فيه ده؟ كان واقف معايا في نفس الشجره بس فجاه اختفيت. عملت نفسي جنايني وهو جري. تعالى كده وروني كده شاور لي كده عليه. هو كان فين؟ شاور لي كده. اركب بس كده العربيه دي سوق. العربيه؟ اه سوق بس كده وريني. يا عم خلاص متضايع انت بقى معرفتك بقى انت هتخليني مرشد. يا عم انا كده عرفت هو فين. طبعا يا جدعان وقع بلسانه وعرفني مكان احمد علي. انا دلوقتي هروح ادور في نفس الربع. احمد علي تقريبا جري فهروح ادور عليه جري راح فين. احمد علي شفت واحد لابس سكوتي زيه بالظبط بيجري فدلوقتي هدور عليه. هو واحد مش احمد شوقي. اعتقد انا شفت حد. انت والله بتطير ورايا دلوقتي. تحية للشوارجية اللي سهلوا عليا وربنا انتوا قلبي. كملوا انتوا القلبي بقى. انا دلوقتي بقوم وراح بلطيم. احضني بسرعة. احضني يس. احضني عادي كأني واحدة عادي. نام يس. نام عليا. نام عليا بس. نام عليا انجز يس. انجز يس. نام عليا يس. يس انجز. وهقفش 20,000 وعاد الله يديك بس. نام عليا يس. يا عم نام عليا يس. انجز يس. جاي عليك يس. بطل كباب بقى يس. بصني يس. بصني يس. ده بنت دي ولا ايه؟ البنت ده اوسخ بنت شفتها في حياتي دي ولا ايه؟ القرف اللي انا شايفه على البحر ده. هو ايه ده؟ بتعمل ايه؟ ده مين؟ انت بتعمل ايه ده؟ ده بنت عندها شعر رجلي. ايه القرف ده؟ احترم نفسك يا استاذ. ايه؟ احترم نفسك. وريني كده. انت ايه الشباب اللي دي؟ وريني بس شعر باطك كده. يا رجل في الحالي. الحالي يا رجل. ايه يا زرنخ بنت شفتها في حياتي دي؟ قومي. ايه ده؟ ايه الهطة دي؟ هو انتوا مستخبين جنب بعض؟ ايه ده ليه؟ ايه اللي جابك جنبي هتتصور ايه؟ انتوا فين مستخبين جنب بعض؟ يا اسطى مش قلت لك بوسني يا اسطى انت لازم تضحك قدامي. بيقول لي بوسني ولو عليا. بوسني ولو عليا؟ ايه ده بس اللي انت لابسه؟ ايه التنكر الفاشل ده؟ بس هو ما نفعتش. ها؟ ما نفعتش ايه ده؟ انت عايز فاشل. انت كنت بس ايه؟ انت كنت بتعمل ايه دلوقتي فوقه؟ اقسم بالله بيقول لي ايه؟ نام عليا. ايه اللي نام عليا؟ نام عليا؟ اقسم بالله. خلاص انت بتقول نام عليا؟ ما اعرفش ده بس العبيط عشان ما يهربش. تعالى راح فين؟ امسك السكه ده. تعال يقول لك انا عامل كاني رايح ليبيا. رايح ليبيا شفت يا جماعه؟ رايح ليبيا ايه ده؟ احنا بادئين الفيديو هناك عند الفندق جايين الاثنين يستخبوا جنب بعض. بس انت اصلا انت اللي في البحر. بقول ايه ده؟ دي واحده جامده نايمه هنا. دي واحده جامده. ببص ما كانت بقى عامله كده. انا كنت امبارح حته من كلوت كده. بقول ايه ده الجامده دي؟ راح كده ايه ده؟ انا قلت ده. قلت ايه البنت اللي بزرنقه دي؟ قطعت عشان شعري رجلي اصلا. انا كنت نايم ببطني. شعر رجلك ايه ولابس مايوه؟ هو كويس لابس مايوه. وبعدين انا من فوق دي. ايه رايك في الصفقه دي؟ حد كان يفتكرها؟ قلت لهم سيفتي. ده سيفتي ده الامان. الامان للامان يا جدعان. كده احمد شاور بره. يوسف طازه. انا كده كده اللي هقفش 20,000 جنيه بس لسه هيحط لي في اخر الفيديو. يوسف طازه بره. راح بلطيم خلف قلبه. عسكرينو بره. كده الاثنين اللي فاضلين اقوى شنب في مصر والسين. ما بلغوش على مكانه ولا برجاله. فاضل كام واحد متفش؟ فاضل كام واحد متفش؟ يا حبيبي بلغ عني يا جدعان. انا قاعد بقى اتحرك من المكان عشان لو روحوا قالوا له قالت ان انا هنا هيجي لي في ثانيه وبعدين خسرت كده خلاص زيهم. كده انا قاعد بريك كده قوي. انا عايز اطلع اشوف العيال ايه. مين اللي اتمسك ومين اللي عمل؟ ممكن يكونوا كذبوا اصلا ومش عارفين مكانه. وانا قافل تليفوني اصلا. انا قافل تليفوني عشان بصور. انا عايز اطلع اشوف الدنيا كده ايه.
فاضل مين وارجع تاني المكان ده. انا متاكد المكان ده حد شايفني تاني. طيب دلوقتي يا جدعان المفروض ان انا غيرت طريقه البحث بتاعتي. دلوقتي انا بلف بعربيه لان الجيت سكي مزعج صوته عمال يجعر، فقلت يا هتخفى جوه العربيه. حبيبي تعالى بس انا خلصت. تعالى ايوه معلش بقى. مفيش عيال متساور كده عدى من هنا قالكم خبوني عندكم؟ لا لا عشان بس بنلعب استغماية في عيال مستخبيين هنا في الحته المنطقه دي. ندور لك عليه بس احنا مش لاقيينه. عايزين حاجه؟ هات 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 ماشي هات هات ماشي ماشي اهو هات 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 يقول يا جماعه ملحقني. هو قال له هو شوف لو حد ترش من بتاعنا خلاص كده هيبقى خلاص. ايه التنكر في كده مش فاهم؟ احنا مش عارفك انت جاي تاني؟ ازاي؟ عمو بقى انت جبت مصر بحري من بيه؟ اكو شرف في مصر. مين اللي كسبان؟ ده احمد عليك كسبان؟ ده احمد عليك ده انا والله العظيم شفته في الفيديو كان بيجري وراه كان لابس مسموري انا لمحته بس جري اختفى. بس السكيورتي طلع كنت مسكته. بقول لكم احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، احنا ممكن نسيبه ونمشي. على احمد علي نسيبه ونروح. ويفضل مستخبي بقى للابد. حلوه بقى يا جماعه. يلا يلا ده صعب يا جدعان. كم تكتبهم شايفش استحالة كده كده كده. نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب، تعمل لايك للفيديو واكتبه في الكومنتات تحت اي فكرة نعملها هنا في الساحل. وحب اقول لأحمد علي خلي بالك من نفسك يا احمد علي، وتشوفك الفلوج الجاي. سلام. مع اي حد في اي حتة اسأل على اسمي شاور، لو هبت مني يا اسطى اسحب الحتة الزكزاور. القلب من حديد يا بنت اقول لكم كورة كفر عشان تكونوا في مستوايا صدقوا سكة صفر.